السلام عليكم اخوان، فيديو جديد، زياره جديده لمتجر تخيفو لبيع الطيور الحيوانات ومستلزماتها. هذا ماشي نفس تخيفو اللي ديجا صورت لكم فيه جوج فيديوهات اللي قبل، هذا واحد اخر في مكان اخر. غنشوفو حتى هما الاثمنه اللي عندهم. قبل انا الناس ديال المقنين، فوالا الاقفاص، شوفوا هاد الفوليير قداش. اذا ندوزو للطيور، نشوفو شنو كاين هنايا. الوغ بيروش هنا جوج ب 500 درهم، اذا 250 درهم البياسة، 250 درهم البياسة. المولينا 1720 درهم البياسة. مولينا خوت 1720 درهم. هاد النوع ديال البيروش 350 درهم. الكناري الابيض جوج ب قول 1130 درهم، والكناري عادي 660 درهم جوج. تو سيبلي عندهم مرات شويه هنا، تخيف ديفا عندو شي مريض. الو ديامون مونتاغا 360، ولا لا 360 درهم البياسة اخوت، اغلى تخيفو هو هذا باللي يعني. الوغ بادا دو كالفوت 600 درهم، هذا دابا 600 درهم. بيريش دو بوغ غوز 900 درهم، موانو فاريتي تا هو 900 درهم. موانو جابو 230 درهم. ديامو بافيت بلانش 700 درهم. كوكوبي 800 درهم. دياموند جولد 1600. ديامو مونداغا دكورا 2600، وليفامي 3400. جوج ديال ديامون مونداغا فاميل 600 درهم. شنو كاين هنايا؟ فوالا فوزا فهاد الفوليير كيدير اخوت عند الباب، كتدخل من هنا عند هاد الكولوار، عاد الباب فين كتطلق الطيور ديالك لداخل. الو بالنسبه للماكله، الماكله البريستيج ديال البيروكي 100 درهم كيلو. لورو بارك تاعو ان سيبارابل 110 درهم. بيروش 70 درهم. كناري 80 درهم، 40 درهم عفوا، بريسي 70 درهم، على حسب لا مارك.
هاد العشاش الصغار هادو راه 100 درهم، وهذا 120. تخيفو دائما كتلقى عندهم هاد لي مارك، جوج ديال لي مارك هما اللي كاينين. الباطي 90 درهم، اوليف زيبي سلاقة هادي 60 درهم، الافانتيا 80 درهم، 2024. هادي 190 درهم، الصرف قول 200 درهم، افانتيا ديال 800 غرام دايره 200 درهم. باطي ديال الفروي 60 درهم. لي اكسسوار لي جوي ديالهم، كشوبة معلومات على الطيور، التخيفو هدا مازال شوية كبير تما كاين بلاصت اسماك زينة، هادو كندير عليهم فيديو بوحدهم ان شاء الله. دير اخوت هنا وصلنا لاخر الفيديو، نقولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.